بطيب النسمات الصباحية التشرينية نلتقي معكم مشاهدينا مجددين مواعيدنا الصباحية يوم الجمعة في يوم استراحتكم يوم عطلتكم لنكون معكم دائما بصباحات اللاذقية. يمضي تشرين برسم صورته الخريفية الجميلة، تشرين برموزه الكثيرة، تشرين بما يحمله من معاني بطولة شجاعة نصر وتحرير، وتشرين أيضا مواسم الخير. ونحن في موسم قطاف الزيتون، هذه الشجرة المقدسة بغصنها الذي يحمل كل رموز السلام. صباح جديد معكم مشاهدين، اليوم 25 تشرين الأول، رح نكون مع هاي الرموز اللي عادة هي جزء من ثقافتنا من موروثنا اللي منجدده دائما، ولقاءاتنا وأهلنا اللي منلتقيهم هن أيضا جزء من هذا المشهد. سنكون مع قطاف الزيتون ومع الشعر من شقائق الأكباد ومع الرسم واللوحات والفن التشكيلي مع الموسيقى والغناء. واسمحوا لي رحب بضيوف حلقتنا اليوم، الأستاذ الباحث حيدر نعيسي، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز دائم وواحد من أسرتنا أستاذ حيدر. يسعد صباحك صباح المشاهدين جميعا. واليوم أيضا حديث عن موسم قطاف الزيتون بموروثه الشعبي، هذه الصورة الجميلة فعلا اللي رغم مشقة العمل فيها لأنها تحمل الكثير من الدلالات تمام. والمعاني تمام. يسعد صباحك، صباح الخير والزيتون الأخضر. الله يسعد صباحك، بارك فيك، خليك يا رب. أهلا وسهلا. أما شاعرنا في هذه الحلقة مشاهدينا هو لم يكن شاعرا من قبل، كان أستاذا للغة العربية، استشهد ابنه فنزف جرحه لهب نار وحب، وكان ذلك عبر ديوانين شعريين مرود وشقائق الأكباد. يسرني جدا اليوم أن أرحب بضيف عزيز في حلقتنا، جاءنا من منطقة مصياف من قرية نهر البارد، ليكون من الغاب، الغاب ليكون معنا اليوم في هذه الحلقة شاعرا يصدح بقصائد الألم والأمل. أهلا ومرحبا أستاذ شفيق الموعي. أهلا وسهلا بكم وتحية للبرنامج. سعد والنصر صباحك لسوريا شعبا وجيشا وقائدا، وتحية وخشوع للسادة الشهداء وللجنود الرابضين على خطوط النار. أهلا ومرحبا بك ضيف عزيز. أيضا فناننا التشكيلي اليوم إذا رسم يكتب شعر، وإذا كتب شعر يرسم، فنان محمد بدر حمدان وتجربة عريقة، وأيضا حدث جديد يقام هذه الأيام في الفن التشكيلي في اللاذقية، ملتقى زكريا الشريقي، سنكون في حديث عن كل ذلك. أهلا ومرحبا أستاذ محمد بدر حمدان. صباح الخير، تحية دائمة لكم. يسعد صباحك. شبابنا دائما متواجدين، لهم حضورهم في الإبداعات المختلفة في الغناء في الموسيقى. بيسعدنا كمان اليوم يكون معنا مطرب شاب عم بيتلمس طريقه أيضا وبيشق طريقه في عالم الغناء، محمد مصطفى. أهلا وسهلا فيك محمد. صباحك يا رب. صباح الخير. أما على العود فسيرافقنا أستاذ في الموسيقى وعازف عود، الأستاذ علي نداف. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ علي. صباح الورد. يسعد صباحكم جميعا. في منتصف الحلقة ستنضم إلينا صبية قمر أحمد، تحمل تجربة جميلة في التصوير الضوئي ولكن بشكل خاص تصوير المباريات والأحداث الرياضية، ستكون معنا اليوم. لحلقتنا ما فيها ولا صبية، لكن بمنتصف الحلقة راح نكون مع الجنس اللطيف، ما هيك أنتوا بتسموه؟ أهلا وسهلا فيكم. واللطافة موجودة دائما في كل صباح مع الابتسامة مع الإشراقة مع مواسم الخير والبركة. وراح نبدأ عزفا وغناء مع محمد وعلي. شغله
والقمر نور عيني 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 على مو على موج البحر على مو على موج البحر. الله يسلمه. افتتاحية موفقة. كنا عم نحكي أستاذ حيدر عن رموز اللاذقية وهي كثيرة في كل مجال، هناك رمز. هذه الأغنية إحدى أيضا نقول سميها تكاد تكون عرف موسيقي وغنائي. أيضا مواسمنا أستاذ حيدر هي رموز، هي محطات لا نقف عندها كجانب اقتصادي فقط، إنما هي كموروث شعبي موروث اجتماعي. موسم قطاف الزيتون واحد من أبرز هذه المواسم، ماذا تحدثنا عنه كصورة اجتماعية ونحن يعني في هذا الموسم نعيش تفاصيله؟ وبارك الله فيك، وصفتي فانصفتي. فعلا موسم جني الزيتون أو حواش أو قطاف أو هو أهم المواسم الزراعية التي تأتي في نهاية العام الزراعي والسنة سنة الفلاح والسنة الزراعية. حتى أن تشرين وهو موسم الجني والقطاف لفظ سرياني ويعني البدء، باعتبار أن السنة الزراعية تبدأ مع المطر، مع المطرة الأولى. المطرة الأولى يليها قطاف الزيتون. الحقيقة الموسم هذا لا يزال ثابتا من ألوف السنين، في حين مواسم أخرى قد تبدلت نتيجة تبدل خرائط الزراعة ونتيجة تبدل العادات والأشكال الاقتصادية شتى. الليمون ليس لموسم الليمون على أهميته مثل ما لموسم الزيتون، وليس لموسم التين أيضا مثل ما لموسم الزيتون. له يعني فعلا رمزية خاصة، رمزية خاصة وقدسية خاصة. تماما، حقيقة قدسيته يعني تعود إلى بدء الخلق. نعم. يعني مع النبي الثاني للبشر وهو النبي نوح عليه السلام. نعم. باعتبار أنه ارتبط الحمام والسلام بقصة النبي نوح. نعم. على أن تعرف الأمم المتحدة أخذت هذا الشعار وصناع الزيتون. نعم. وما رمز، وكل لوجو السلام يرتبط دوما بغصن الزيتون ويرتبط بالأنبياء جميعا، النبي نوح والنبي عيسى والنبي محمد عليهم السلام. نعم. يعني جلبت الحمامة يقال من جبل قاسيون قطف من الزيتون، على دلالة على أن السلام قد حل على الأرض. نعم. وعلى أن الماء قد غاضت. أيضا النبي عيسى عليه السلام يرد أنه هنالك في القدس شجرة من زمن النبي عيسى عليه السلام. نعم. وعلى أن أيضا حزن الزيتون، الزيتون معروف بلون خشبه الأسمر قاتم. نعم. تماما، على أنه حزن على انتقال سيدة مريم العذراء عليه السلام. في حديث لطيف بهالسياق أن شجر التين عاب على شجر الزيتون أنه لم يحزن لانتقال العذراء، ويقال لموت النبي محمد. نعم. عليه السلام. فقالت شجرة الزيتون لشجرة التين مشي باللي تساقط الورق، الشيء باللي قلبه احترق. على أن الزيتون جزء الزيتون ينزف يعني ينزف سائلا أسود اللون. صحيح. على أنه هذا دلالة الحزن العميق ودلال على ارتباطه بالمشاعر، يعني ليست فقط أنه شجرة هيك أنه جماد، إنما هي مشاعر. تماما. التين. نعم. والزيتون بالمناسبة الربط الجميل العظيم بالقرآن الكريم، ليس مجرد ربط شجرتين من أفضل الأشجار وأجلها، بل أيضا على أن الواو العطف هذه تعطف ما بين أن ورق الزيتون على سبيل المثال هو أفضل سماد لشجر التين. وورق التين أفضل سماد لشجر الزيتون. نعم. وهي دعوة أيضا للفلاح على أن يربط بين هاتين الشجرتين في الغرس. يزرع التين بين صفوف الزيتون ويزرع الزيتون بين صفوف التين. وأيضا المسألة الروحية الكبرى، تصوري سيدي لبابا أن العالم بأسره يعرف الزيت
والزيتون حتى البلاد التي لا تجود هذه الشجرة فيها لم يرها الإنسان لكن يعرف اسمها، شجرة عالمية عالمية طبعا، وهي مثل ما قلنا شجرة مقدسة لدى كل الأديان كل الأديان. نعم. حقيقة موطن الأصلي هو المتوسط، يعني السواحل المتوسط، مع أنه تتأقلم بالأجواء الباردة أو الأجواء الجافة، لكن بالأساس السواحل المتوسط هي موطن الشجرة كما تؤكد الأبحاث. نعم. الأثرية، لدرجة أن يعني كل الزيوت يعني يرقى زيت الزيتون عليها جميعا، على عراقته وأصالته بالذاكرة الشعبية، دلالة على أنه يعني قدمة وعراقة ومكانة مرموقة تماما لهالأسباب اللي ذكرتها، وهناك أسباب أخرى كثيرة طبعا سترد في سياق اليوم مع حلقتنا. نعم. وعنا صور وعنا طبعا بنشوف مشاهد من القطاف هذه الأيام. مرة تانية برحب فيك أستاذ شفيق، ماذا يعني أن تصبح شاعرا بعد استشهاد ابنك؟ أو أن تقدم على كتابة الشعر؟ لا شك هو موجود بداخلك لكن كتبت الشعر. حقيقة أقدمت على كتابة الشعر مدفوعا بهاجس ذاتي. نعم. حين استشهد ولدي المهندس مرود رأيت الدنيا ليست كما كانت، واعتقدت أن الكون قد توقف، وصمت 40 يوما عن الكلام، ولكن هاجسا خطر ببالي لا شيء يخلد مرود إلا الشعر. السلام. فانطلقت رحلة الشعر هذه، وكتبت في هذه السنوات القليلة منذ عام 2013 إلى اليوم ما يعادل ما كتبه الشعراء خلال 70 عام. نعم. وأعتقد أنني وصلت إلى نهاية رسالتي، وخاصة أنني غدا أدخل في سن 70. إن شاء الله العمر كله، وفعلا لا يخلد الشهداء يعني إلا الكلمة، الإنسان يخلد الشهيد عبر ما يكتبه، عبر الأثر الذي تركه، أيضا عبر إعلاء هذه القيمة بكتاباتنا بأغانينا بشعرنا أيضا. ولطالما كان الشعر هو السفر الذي يخلد كل أحداث التي تمر على الإنسان والإنسانية. نود أن نسمع منك، وقد كتبت ديوانين شعريين أستاذ شفيق، مرود باسم الله يرحمه الشهيد ويرحم كل الشهداء، وشقائق الأكباد. أدي حلو هالعنوان، يعني شقائق الأكباد. شقائق الأكباد مأخوذ عنوانه من البيت الذي يقول فيه: هذا التراب من الأكباد سمرته، يا من رأى فلدة بالصخر تلتحم، وهي قصيدة في تحرير تدمر. نعم. أما الآن مع أبيات من قصيدة المرودية السادسة، وحين أقول مرود لا أقصد ولدي فقط، فمرود هو عندي كل شهيد في سوريا أكيد. نعم. فهو رمز كبقية الرموز. وفي القصيدة المرودية السادسة في كل عام أنشر قصيدي بمناسبة استشهاد مرود. نعم. أبيات كان منها بناء على طلبك. أنت كان منها. تاريخ استشهاده 11/11/2013. نعم. واستشهد في القنيطرة، وهو أول هو ومجموعته أول من دمروا، هم من دمروا أول عربي إسرائيلي دخلت الحدود. نعم. وقتلتهم إسرائيل، أرسلت عملاءها وخاصة. نعم. بقيادة شريف الصفوري، وقتلت الضباط الأربعة والجنود الذين كانوا في السرية. ولا زال جسامينهم في القنيطرة، أبطال بكل حدث، ولا زال جسامينهم في القنيطرة، لم نعثر عليها ولم يعد إلينا تعود إلينا تلك الجسامين. لنسمع ذلك شعرا أستاذ. أقول أبيات بناء على طلبك، أبيات من القصيدة حتى نقدر نسمع أكبر قدر لو سمحت. كالشمس حية واستقام وأشرق، حمل السماء براحتيه ونسق، شجر الغياب أبي الفؤاد سترتوي، عجبي غيابك بالشموس تفتق، جرحي عميق كلما رتقته، جرحي عميق
كلما رتقته حفر الشغافا وبالدماء تدفقا. يا قلب ما لسواكني صخابة، يا قلب ما لسواكني صخابة، ركض الضجيج ركض الضجيج ليستريح وتقلقا. يا يوم ملغبة، يا يوم ملغبة، ألست بهاجر؟ دمع الإله لنا وتاه وهرطقا. جمح النزيف فمنذ ست أشتكي، ولدي وحلمي والتراب تبعزقا، ولدي وحلمي والتراب تبعزقا. ما للفرات جفا، ما للفرات جفا، وجف وحرقا قمح الحياة وباب خيبر أغلقا. ولإدلب الزيتون جاح بها الوجا، تجد الزنيمة على عتل زندقا. أيظن من جهل الزمان بأنه حكم القيادة والعلي تأرقا؟ خسئ الغزاة فكل سوري أبي، أسد شهيد، أسد شهيد بالحسين تعلقا. نهر الفرا، نهر الفرا، ارفع جسورك للذرى، إني أرى ماء الفرات تدمشقا، إني أرى ماء الفرات تدمشقا. نهر الفرات أبالدماء تخوضها، أبالدماء تخوضها، ببني الشهادة صار سيفك أمشقا. لا تعجبا فإذا صعقت بحمرة، فدم الشهيد من الصعيد ترقرقا. جاءتك من رحم الشآم بواسل، نبت الإله من الزنود، نبت الإله من الزنود وأبرقا. جيش الفداء على يسارك مرودي، صاغ الرصاصة من رؤاه وأطلقا. جيش الشهادة مارد متمرد، صبغ المجرة أحمر لا أزرق، ويلم ويلم بالعزم الحديد كواكبا. قطف الشموس وبالهلال تمنطقا. مرحى نمور الجيش جلجل في السماء، صوت التراميح لأبات وحلقا. فعلى مشارف مورك، طبعا مورك كان في وحدة تركية وطوقها الجيش، فعلى مشارف مورك خضع العدا، وأبو العلاء برى القصيدة وانتقى. والخان أقسم بالحياة أبية، رفض الفناء وكل علج بندقى. وغدا على الخابور تهطل مزنه، وغدا على الخابور تهطل مزنه، يأتي مطيعا للحياة وألبقى. هذه بلادي تربة ممزوجة بدم الأقاحي، وهمس ماء سقسق. ضحى الشباب لأجل عيد واحد، فإذا تآخى المخلصون تحقق، فإذا تآخى المخلصون تحقق. صبرا دمشق، صبرا دمشق، فإن موعدنا السما، لنخيط أقمار الخلود ونرتقى. فأنا الذي أحببت مجدك هائما بالأهل من آرام حبا شيقا، وأنا الذي نقش المعارك بالدماء، نسخ الملاحم بالرصاص ووثقا. سر الكياسة، سر الكياسة أنني في بابل ألقى تمائم كل شخص فينقا. موطني الجلال والجمال، والسناء والبهاء في رباه، في رباه، والحياة والنهجة والهناء والرخاء.
منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. الله الله شكرا شكرا ما أبلغ ما قلته يا أستاذ. وقد لا نرتقي إلى ما في داخلك فعلا لا يرتقي يعني إلى هذا المستوى أستاذ حيدر وأستاذ محمد ربما إلا فعلا من لديه شهيد وطبعا وهو ملكة الشعر هذه ليقول ما قاله الأستاذ شفيق. أستاذ محمد مكونات الإبداع عموما يعني من الحياة هذا الوجع خلف قصيدة وتلك الصورة تركت أغنية معزوفة إلى آخره. أيضا في الفن التشكيلي المؤثرات كثيرة. حضرتك ابن بيئة ريفية تعتبر قريتك هي وطنك ووطنك هو قريتك ورسمت ذلك عبر لوحاتك. ماذا تقول؟ الإبداع هو فهم شديد للواقع وهذا ينم عن ثقافة. هذه الثقافة لابد أن يتفاعل معها الشخص. والثقافة تحدثنا عنها كثيرا هي ليست مجرد كلام هي فعل. الحياة جميلة لكن حين يحدث ما حدث من فعل غير يعني خارج الحلم فعل خارج فعل خارج الحياة فعل الاستشهاد مثلا او فقد الأحبة هذا حدث قد يزلزل كيان صاحب الحدث وبالتالي اذا خرج علينا بقصيدة او بلوحة بشكل من الاشكال سوف يزلزلنا. صحيح. وهذا هو التفاعل الحقيقي تمام. للثقافة هو فوق مستوى يعني عن جد إلنا أكثر مما لن نرتقي إلى هذه المشاعر فعلا تماما. هناك أيضا حوادث كثيرة يعني قد الآن نحن في العالم العربي الموسيقى في حالة ركود في حالة هيك شبه غياب كلها تقليد وكلها نقل وكلها نسخ. حين يأتي موسيقار يقدم ثقافتنا بعمل فني سوف يزلزلنا أيضا. نعم. وحين أو هذه الكلمة غير مستحبة خلينا نقول يهز مشاعر خلينا نروح على الفن التشكيلي. لما أنا بعمل لوحة بشوفوا الناس حالهم فيها بيحبوها. نعم. بحسوها امتداد لإلهم. صحيح. أنا بقول لهم إذا ما شافوا حالهم فيها لا يحبوها. حتى لو كانت اللوحة شخصية جدا وطالعة مني وأنا اللي بنيتها بخبرتي وبأسلوبي في العمل إذا ما شافوا حالهم فيها بكون أنا مقصر أو بكون أنا خارج المكان. المكان هو اللي بقصده هو الرحم البصري الأول. حكيت لك هذا الكلام. صحيح. ذات لقاء وهي عبارة الحقيقة مو أنه نحن نكررها لأن هي عبارة بصمة بصمتك هي رحمك الأول بتقول هي اللي يعني أنا بصري. ولدت من رحم والدتي وبعدين رحم الرؤية الرحم البصري الأول كان أهلي كان قريتي بكل ما لها وما عليها. نعم بكسة بكسة الزيتون هلا أنا نرجع هلا الزيتون يا لطيف بكسة. أي أستاذ حيدر نعم جبره بشكل خاص. أي نعم. أستاذ حيدر بحب هلا جبره ما بدي أحكي على الهواء هي بكسة أستاذ حيدر. هلا نختلف على جبرو. هلا توعدنا بعض من شوي. نعم. لا هي بكسة جبرو منطقة عقارية ليست إلا. صحيح. جبرو حديثة العهد بكسة هي الأوغنديتية. وتعلم أنت يعني من الاسم بيت الكساء. نعم. لحد هلا. ومن بكسة كانت هذه المؤثرات عم تقول حضرتك. من بكسة كوني أنا يعني نشأت وترعرعت في بكسة. بس في ملاحظة هون مع احترامي لكل اللي بيتغيروا باريس ما قدرت تمحي بكسة من عيوني. نعم
وانت اللي اقمت الكثير من المعارض في سوريا وخارجها، لوحاتك مقتنات في كثير من ايضا البلدان العربيه والاجنبيه، وهاي هذا هو يعني الفنان الذي يبقي على هذا الرحم اللي حكيت عنه، على موطنه الاول، على قريته. هذا هو الابداع عموما. الابداع هو هذه الارتقاء، يعني نحن عم نعيد انتاج الواقع، انتاج الحياه، لكن بارقى صورها، باعذب الكلام الشعر وبالفن التشكيلي بالموسيقى. انا بدي هون بس اعتراضية. نحن استمعنا الى قصيده، هذه القصيده هي فيها حاله جماليه وحاله ابداعيه، ووصفت مساله لم نكن نعلم بها، انا ما لم اكن اعلم بها، لكن هي نوع من الالم والمعاناه طبعاً. والحزن، تحس عصاره، تماما روح. وايضا بقيت موسيقى الحزن في تاريخ الزمان تحاصرنا حتى هذه اللحظة، لأني أجد أنا بشكل من الأشكال الحياة قاسية، خصوصا للذي يتعرض لتجارب كثيرة. صحيح. وهناك مثل شعبي بيقول طحنته الحياة، يعني صحيح، يعني عانى ما عانى رغم قساوته، وإذا ما كان هو أدى بتطحنه يعني فعلا. أنا فكيف إذا مثل ما قلت واجهتنا ظروف أقسى من تحملنا أو من طاقتنا، ونحن الروحانيين بشكل من الأشكال. حضرتك أنت أستاذ حيدر عملتوا بداية عن القداسات، الكوميديا، أنا برأيي الكوميديا بتطلع من تحت باتجاه الفضاء طبعا، والتراجيديا بتنزل من فوق باتجاهنا. وبالتالي من المرارة إلى الكوميديا. صح طبعا. على كل يعني فعلا هذا نتاج ما الان يعني قلناه حتى الان، يعني في دقائقنا الاولى من هذه الحلقه سنذهب الى الطبيعه، الى موسم قطاف الزيتون، نرى هذه الصوره. طبعا بنحيي كل مزارعينا، كل الاسر اللي اليوم كمان جمعه اكيد بيغتنموا هلا هيك الصحو، بيغتنموا الشمس ويوم عطله ليروحوا يقطفوا الزيتون. بنوجه لهم كل تحيه ونقول موسمكم مبارك، وخلونا نشوف هاي الصوره مع زميلتنا اميره ظاهر. حبابي لو جفوني ما جفيها ماء، حبابي لو جفوني ما جفيها، لانه بحر شاكيه ما جفيها ماء. ضربتن بالنبل والنبل جا صايب ما فيها ماء، ضربتن بالنبل والنبل جا صايب ما فيها ماء. عجيب نبلهم بالقلب صاب. طقوس وقصص وحكايات، أغاني تراثية لا تنتهي، تبدأ هنا من بساتين الزيتون، حيث يجتمع الأهالي والرفقة في أجواء يسودها الفرح والألفة والنشاط. هذا مرة بالسنة، كلها بصير مرة بالسنة، والحمد لله رب العالمين الكل بيكون كويس فيه، مبسوطين، الجمعة حلوة، ما بتشعري بالوقت أبدا. يعني في ناس في تعب، هو الشغل ما فينا نقول ما في تعب، في تعب، بس لا الحمد لله رب العالمين ما بنحس بالوقت ابدا. ويني كل واحد بيجيب اكلاته مثلا، بعدين اخر وقت الافطار بنحط مثلا، بيفرشوا الكل، كل واحد شو جايب بيحطوا الاكل كله مع بعضه، بنقعد قاعده وحده، بنخلص بنرتاح لنا شي ساعه مثلا بعد الغداء، وبعدين بنرجع بنبلش شغل جديد، وبنحس احاديث بتاخذ، هذا بيحكي موضوع، هذا موضوع، هذا موضوع، من هون وبيمشي الوقت على خير والحمد لله رب العالمين. يتم قطف حبات الزيتون باليد او بآلات بسيطه، ليتم التقاطه وجمعه، ثم عمليه سرده ليدخل مرحله الفرز للتخليل او العصر لاخراج الزيت، كما ويمكن الاستفاده من مخلفاته في استخدامات زراعيه او منزليه. نحن بننتظره من السنه للسنه للموسم. بتعرفي الواحد اذا معبمون الزيت برغل كذا بضل مرتاح بهالازمه هي، فالحمد لله السنه الموسم جيد. الحمد لله رب العالمين. تعاونوا مع بعض اكيد. هو موسم الزيتون موسم الالفه والتعاون والمحبه، بتصير لمه هي. كانت ايام زمان من ايام الاجداد والاباء تشوفي شي 20 30 عائله بالكروم حوالى بعض، وكلهم يقعدوا
ويشتغلوا الحمد لله رب العالمين. طبيعي طبيعي وتطورت الحالي، وهلا الواحد بيروح على وظيفته بعد الظهر بيجي بيتسلى له شوي هيك بالحد، بس السنه الموسم الحمد لله رائع جدا. كويس الزيتون، والزيتون خير وبركه على الناس كلها. كنا نجني الزيتون يضل ايام شهر كانون، نجني الزيتون نروح على ايام على بكسا على جبرو نقطف الزيتون. ينتظر الناس موسم قطاف الزيتون كل عام، فبالإضافة لكونه مصدر رزقهم الأساسي يشكل أيضا فرصة لمعانقة أرضهم الطيبة بما تجود به من كرم وعطاء. الزيتون كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش هاين هيك تكون. كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش هاين هيك تكون. يا ضيعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، يا ضيعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، مش سامع غنية راحوا. كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون، وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. هو كله الزيتون غير شكل، والزيتون والزيت والصابون كل ما يتعلق به. نعم، صورة كتير جميلة شفناها أستاذ، هي يعني من أول مبارح كانت اللقطات والريبورتاج. بنحكي عن هاي الصورة الاجتماعية اللي نحن حريصين رغم كل الظروف، رغم مشقة العمل، رغم انشغال شبابنا والأسر بدراستهم، لكن عم يحرصوا على بقاء هاي الصورة. تماما. ما سر جمالية هاي الصورة أستاذ، وحتى بالفن التشكيلي هلأ رح نحكي عنها؟ هو غايب الأهمية. أني قبل ما جاوب على السؤال اسمح لي بس أشير وشيد حقيقة بالقصيدة اللي قدمها الأستاذ شفيق. ذكرت قول لجبران خليل جبران أن الشعر كثير من الألم أو كثير من الفرح مع كثير من اللغة. واضح فيه ألم، نعم، إن شاء الله ينتهي بأمل إن شاء الله أن يكون بجنات، وأن يكون يعني دماؤه ثمن دماء ودماء الشهداء هو الانتصار الأكبر والشامل إن شاء الله الذي بات قريبا. في قضية مهمة ست لبابا، هي البعد الاجتماعي جانب البعد الاقتصادي بموضوع المواسم. يعني الأجيال تتلاقى وبالتالي يتعلم الأحفاد وأصول العمل و آداب العمل وثقافة العمل وأمثال والمتعابير والحكايات المتعلقة. التعاون، روح تماما. الجماعية، الأخلاق، روح الجماعة، روح الفريق، روح تنتقل ليس فقط الخبرات والمهارات، بل تنتقل أيضا الثقافة الموازي الشفوي المرافقة لمسألة المواسم. وهون أهمية هالأمر تماماً. يعني الحقيقة ثانيا فيه بعد مهم، هي أنه ليس فقط أصحاب الزيتون هن اللي بيجنوا أو بيقطفوا. عرفت اللاذقي بهجرة موسمية داخلي عبر عشرات السنين من الأرياف للسواحل والهضاب. الجبال لا يزرع فيها تاريخيا الزيتون باعتبار فوق 500 متر قد لا يجود كما يقول المختصون. لذلك سكان الجبال القرى كانوا يهاجروا على الهضاب ثم والسواحل في موسم الزيتون. ايضا من مناطق اخرى، الى درجه بعض القرى كانت تخلو من اهاليها
في هذا الموسم. صحيح. لأنه حقيقة هو موسمه شاق باعتبار حبه صغير وبالتالي يعني جهد أكبر من قطافه صعب. صحيح. قطافه صعب مراحل تماما ومراحل بده سلسلة أعمال يعني القطاف، التحميل، النقل، هالمراحل هاي يعني تحتاج جهد الجميع من الصغير للكبير من الخبير للما بيعرف الكل. كل حصاد موسمي بحاجة إلى جهد جماعي. بشكل خاص تجلب الزيتون أكثر شيء يعني على هامش العمل تحديدا في كثير جوانب القضايا. يعني أنا بطريقي لعند حضرتي ما تذكر حالي يعني قل لك أنه مثلا التنبيل الذي يرتبط بالحصاد وهو جمع السنابل المبعثرة يوازيه في الزيتون الأعفار حيث يتيح أصحاب الأراضي الكرماء للفقراء المحتاجين أن يجمعوا ويجنوا ما تبقى من ثمار غير مقطوفة على الأرض. حتى بيجوا مثل ما قلت من غير قرى اللي هن ما عندهم زيتون بيشتغلوا بياخدوا حصتهم بيروحوا اللي هي يعني بدال أجرهم ياخدوها زيت وزيتون يعني أجور عينية. أجور عينية تماماً. فكمان يعني هون دليل قدي موسم واسع العطاء كريم. يعني يمتد عطاءه فعلاً كريم. هاي ثقافة راقية أنا بعتبر. أكيد ثقافة راقية. سيدي لباباك الزيت في كثير من أنواع الزيوت لكن الوحيد القريب هو زيت الزيتون لدرجة من عباد الشمس يستخرج زيتاً لكن من حبة العباد أو الفستق أو سواها لا يسيل منها زيت كما هو من حبة الزيتون. طبعاً حبة الزيتون وهي مباشرة تعصيرية يظهر منها الزيت. صحيح. وتمييزاً لزيت الزيتون عن كل أنواع الزيوت يلقب زيت الحلو. أيوة تمام زيت الحلو. صحيح. وهنالك زيت الغار وهنالك زيوت أخرى لكن هذا تحبباً وتقرباً وتمييزا له زيت الحلو. وحتى المصطلحات نعم رح نحكي عن الزيت بس عندكم زيتون استاذ بمنطقتكم هلا وبنفس الصوره هيك بحواش الزيتون بالتاكيد بالتاكيد منطقه الغاب يعني من السهول الخصبه من 20 سنه لم يكن هذا الزيتون موجود اما اليوم فاصبحت كرومنا تزهو بالزيتون وتباهى به. نعم استاذ حضرتك كشاعر كتبت بشكل اساسي بعد ما قلت يعني انطلقت بكتابه الشعر كتبت عن الشهيد وعن الوطن لكن كتبت ايضا موضوعات مختلفه يعني طيب. بشوي قلت لي انك في لك قصيده بعنوان فيروز طالما هيك سمعنا مقطع لفيروز كان نعم. بدي عندك شيء عن الزيتون يا ريت باعتبار ما تحكوا عن الزيتون احكي عن عشق الفلاح يا ريت تماما عندك قصيده بعنوان عشق الفلاح عشق نعم. الفلاح طبعا نسمع مقاطع فكرة خطرت يعني إيه هي ما طويل نعم. يعني حين جاءت حبيبة الفلاح تبحث عنه لم تجده تمام فهو يعاتبها يقول رام وصلي عن حبيبته نعم. رام وصلي لم يجد مني أثر ما لقاه طيب نعم رام وصلي لم يجد مني أثر كنت طوضا ذاب جسمي وانصهر لا تلمني يا حبيبي إنني أحرث الحقل لأعطيك الثمر ماني فاضي لك أحرث الحقل لأعطيك الثمر فإذا شئت اصطيادي بالهوى فانتظرني في اختيالات الشجر أو نسيم الصبح يلقى زورقا فوق نهر يكتري وجه المطر أو يتيم بين أقدام الحفا والمآقي أسرجت خبز القمر لا تخافي يا ابنة الجوع لا تخافي يا ابنة الجوع التي رملت أمعاءها سن الفقر فحقول القمح قامت بيدرا فرميا في غفلة الجاب النظر الجاب تبع القطاع ما قال خليه يطلع بيدره بس خليه ما قال له يعني خليتي التفتي وتطلع عليه نعم فعقول القمح قامت بيدرا فرميا في غفلة الجاب النظر أنت يا فلاحنا أنت يا فلاحنا ملح السخاء ثوبك المرقوع فردوس البشر حنية الظهر كتاب منزل وشقوق الكعب من أبهى السور لو أراد الكون عدلا صافيا كرم الفلاح في شط الصور
الله فعلا تحية لجباه وزنود فلاحينا بهاي الأرض الطيبة. وشفنا قبل شوي هاي النماذج، يعني ما جبت صورة غريبة موجودة لا تزال بفلاحنا، وهي لوحة. أنا فلاح، أنا فلاح نعم. راعي قبل ما أكون أستاذ كلياتنا نعم بالصدفة بالفلاح رعيت المعزة والبقر والغنم نعم. أستاذ محمد، الصور اللي حكوا عنها الأساتذة رسمتها حضرتك بلوحاتك تكاد لا تخلو لوحة من غصن شجر، حمضيات، ليمون، وانت كان عندك مفردة كتير مكررة هي الليمون، الحمضيات. هون نحكي بقى عن تأثير البيئة، قد هي فاعلة وقد هي المكون الأساسي لأعمالنا الفنية. هي بالتأكيد المكون الأساسي بلغة الفن التشكيلي، منسمي الشكل مفردة تشكيلية. نعم. إذا نقاربه مع اللغة، فالمفردات التشكيلية اللي بيتعامل مع الإنسان ببداياته بدها تكون من محيطه في الغالب، بعدين بتتوسع اطلاعاته وبتتوسع ثقافته. لكن لابد هلأ الفنانين اللي بيعيشوا بأماكن باردة بتلاحظي تأثير الطقس على ألوانهم، بتكون ألوانهم في الغالب رمادية، أزرق، بارد إلى آخره. والفنانين اللي بيعيشوا بأماكن مثلا في سوريا بالجزيرة بتلاحظي غلبة الألوان الترابية على أعمالهم. والفنانون اللي بيعيشوا بمدن مزدحمة بتلاحظي ألوانهم هيك يعني فيها الكثير من القسوة. لا لانه بالمدن يغلب عليها العماره، بالمدن يعني الخط المستقيم، الخط وشوارع. المستقيم نعم. بالطبيعه ما في خط مستقيم. الطبيعه نعم. دائما يعني فيها جمال متكرر. جمال المدن جمال ثابت، وقراءاته برايي بتخلي الفنان يمل، ما عاد يشوف الابداع، ما عاد يشوف المساحات الجماليه. على عكس الطبيعة المتبدلة المتجددة والجميلة دائما. ومن هون بيجي التأثير، على الفنان الحقيقي. لأنه ما بعرف يعني أنا إذا عيني ما شايفته للون، أنا عم بحكي على الألوان الأساسية. أنا بعرف باللاذقية الضوء ساطع جدا. بعرف انه العتمه ايضا الى لونها الخاص فيها. هذه الالوان الصريحه بتعطيني امتدادات كثيره جدا، لدرجه انه كتبوا عني اني انا بلوحات الاسود والابيض بلون. نعم، انا هي ناطره زملائنا نشوف، لان في مجموعه لوحات للاستاذ محمد، يا ريت ترافقنا نحن وعم نحكي. لبين ما تجهزوها انا بدي اسال محمد، هلا انت عم بتغني وبديان هيك بحياتك الفنيه، كيف تلمست انه هذا طريق انت راح تمشي فيه بالغناء؟ يعني انت حبيت هالمجال، شجعوك انه انت عندك صوت حلو، كيف دخلت مجال الغناء؟ هلا اكيد من صغري يعني بحب الغناء انا، والاهل اكتشفوا هالشيء طبعا. وانا طبعا مع مرور العمر يعني والايام خلال المدارس، النشاطات الطلائعيه والكشفيه، الامور نميت الموهبه وعم اشتغل لحالي لحد الان طبعا يعني. تمام، ان شاء الله شوي شوي هيك. نعم، شوي شوي بدك يعني تشق طريقك مثل ما قال، ممكن تشوف لونك. في صداقه بينك وبين استاذ علي. اكيد استاذ، والاستاذ علي استاذ موسيقى. اكيد، فضروري انه وبتدرس حضرتك يعني، وطبعا وعازف عود يعني جميل، يعني لك بصمتك الخاصه. كيف ممكن يتعاون شاب هيك باول عمره مع موسيقي بحس انه هن يوصلوا لصيغه غناء مقبوله؟ هلا بدائيا هو صارت المعرفه عن طريق صدفه، يعني شاف عود بالمكتب كذا قال لي هم اكاديميين، خلال صداقه صار صداقه. هلا هو كصوت جميل، خامه قويه. هلا في عنا شيء اسمه تربيه الصوت. نعم. والمقامات على اساسها متعاون مع بعضنا، بتشجعوا عليها، بنوصل صوته لمرحله معينه بحسن حاله لسه افضل. وطبعا بالنهايه هي موهبه، ونحن بنساعده شوي بتربيه الصوت بوصل ان شاء الله مرحله منيحه. اكيد ان شاء الله. استاذ شفيق، قلت لي حضرتك بعد استشهاد ابنك الله يرحمه بقيت 5 سنين ما قدرت تسمع غناء. غناء 5 سنين ما قدرت تسمع غناء. لصدفة سمعت فيروز وكتبت قصيدة فيروز وكسرت شوي هذا الحاجز يعني.
فما بعرف شو كتبت بعد انقطاع 5 سنين عن الغناء. هو الغناء بالأخير الحقيقة لحن حياة، يعني بيرافقنا، ما فينا بلا لحن بلا موسيقى. لو بالحزن في أغاني وبالحزن في ألحان. لست ضد الغناء، والشعر هو الأصلي طبعا، هو حالة أكيد أنت بدك يعني، لكن كانت حالة نفسية. نعم، بالصدفة فقط بالليل فتحت الراديو وأنا كنت برشي فوق، حيث ما في لا بشار ولا أضواء ولا كهرباء ولا تلفزيون، بس مع الراديو فتحته طلع صوت فيروز. ومن زمان أنا كنت حب فيروز تعرفين، فشفت حالي عم قول لالت فجالة مجال النفس في النفس، بلور صوت وأحياني من الرمس. فيروز هاتي وصوغ الكون أغنية، يرقى الجماد وتزهو الشمس في الغلس. في صفوة الصوت طار الحس مرتقيا جفن الملائك، محروسا من العسس، والنور ردد وحيا راح يسكره، يمشي فما حاد عن مزماره السلس. والسحر يسرح في الأمواج، يعزفها عطر الأقاح على قيثارة الجرس. فسامق القمح واصطادت سنابله وهج الرغيف من التنور بالقبس. والعامل العبد في أتون شقوته يشري ابتساما ويغزو صهلة الفرس. يا رنة الصوت في تمويجها خرقت صخر الحصون، فلانت قسوة الحرس. فيروز نامي طويلا في مشاعرنا، فيروز نامي طويلا في مشاعرنا، وصحح الكون من أعلى إلى الأسس. فيروز إني لوجه الله أعبدها عشقا سنيا ومعصوما من الدنس. الله الله، جميل. وين بتاخذنا أنت أستاذ؟ لو عنوان تروح ل أنا قصدي ما بتدخلي، ما بعرف وين بطلع، بندخل بلها باب بس لها. نعم أستاذ محمد، قلت شغلة كثير حلوة إنه أنت قد تلون بالأسود بالأبيض والأسود. ما هي الحالة التي توصل فنان يستخدم الأبيض والأسود وكأنها ألوان؟ يعني بالأخير هو اللوحة تكون غنية رغم أنه هي فقط لونين. هلا هي الأسود والأبيض ما هن لونين، لكن مركب الأبيض طبعا، لكن الأسود والأبيض غالبا بلغة الفن التشكيلي أتبعون لمدرسة اسمها الجرافيك، يعني فن الطباعة والحفر. نعم. فن الكليشيه المطبوعة. نعم. لأنه حتى شاشة الجرافيك عندكم بالباس هي شاشة محفورة وثابتة بتكون عادة، فالصحف فن جرافيك، الأختام من أيام الأختام الأسطوانية تاريخيا لحد هلا هي. لكن أنا اخترت الأسود والأبيض لأني اشتغلت فيهم طبعا كتير، لأنه كنت حسهم أصدق لونين، أصرح لونين، أو أصرح حالة، يعني حالة صادقة بقدر أقدم فيها الهم الإنساني، بقدر أقدم فيها كل الحالات الإنسانية اللي حبيت أشتغل عليها من أعمالي الأولى وأنا صغير لحد هلا. أستاذ محمد، حضرتك يعني تجربة غنية الحقيقة مثل ما قلت، وأنا بانتظار زملائنا شو عندكم جاهز قلوا لي حتى نحن الحقيقة نحكي عنه، لأن عندنا مادة مصورة. يعني أوغاريت دائما حاضرة بأعمالك وبأكثر من التفاتة لأوغاريت بكل تفاصيلها وصولا إلى الأختام الأوغاريتية. استفدت كثير من خطوط أوغاريت، يعني من تركة أوغاريت الإبداعية، النقوش، الفخاريات، الرقم، الأختام بشكل خاص، الأختام الأسطوانية. وكان لك مشاركات عديدة في أوغاريت بملامح أوغاريتية ومعارض خاصة في هذا الموضوع تحديدا. هي أول مرة بحكي بأنانية. ملامح أوغاريتية أنا عملته، ما كان لي مشاركات. نعم، عملته على حسابي الخاص بمساعدة الأصدقاء يعني. نعم. لكن أوغاريت أنا اهتميت بأوغاريت مو كآثار، حكيت أنا وياكي هذا الموضوع قبل وبنرجع من نعيده مرة تانية.
في آثار أجمل من أوغاريت، الآثار اللقى الأثرية اللي شفناها. نعم. لكن أوغاريت كحاضرة ثقافية كانت محطة تاريخية في تاريخ هذه المنطقة وربما العالم. كانت هذه المنطقة هي أول الديانات الزراعية تسمى هكذا، نشأت في هذه المنطقة، وهذه ثقافة ليست سهلة، لا زالت باقية حتى هذه اللحظة. أنا تعلقت بأوغاريت بما هي باقية بيننا حتى هذا اليوم، ثقافة وأشكال فنية. نعم. الآن بدأنا يعني نشوف اللوحات أستاذ اللي حكينا عنه، مثل ما قلنا كل لوحاتك سواء بالأبيض الأسود أو يعني بالألوان. هذا العمل مثلا أنا كاتب أشكر أصدقائي الذين قالوا أنهم هذا العمل يمثلهم. تماما، شافوا حالهم فيه، حسينا نحن حدا من أصدقائك تماما بلوحاتك. المدن، وما من المدن نبت الرمان، يعني أيضا إلك تصوراتك كثير خاصة. هذه حالة عشق صوفية، اختلاط الانتظار بالمكان. نعم. هذه اختلاط، ما حابب اشرح اللوحات. نعم لا، نحن في الحقيقة هو للمتعة ولل طبعا الشيء اللي حكيناه الآن عم بيرافقنا. هي التفاحات، مو تفاح ابدا، هذول تفاحات ثلاث جميلات اسمهم في تاريخ الفن. طبعا اكيد الجميلات الثلاث اكيد مو نعم حلو. نشوف مع هاي صور من ملتقى زكريا شريقي. نعم. للفن أقمناه بالمتحف الوطني باللاذقية برعاية وزارة الثقافة ومديرية ثقافة اللاذقية. نعم. هاي لوحة أنا رسمتها بتونس وهي الآن مشاركة في مهرجان قرطاج الدولي. هذه كل امرأة حزينة على فقدان. هاي لوحة بحبها، ما بعرف شو بدي احكي عنها. بشر تحكي يعني الحقيقة نحن عم نشوف. ايوه تمام، بيقولوا لي اللوحة بتحكي، اللوحة بتحكي. والله شكرا صاحبة. هلا نحن شكرا لكم زملاء استاذ، حاليا او اقمتم ملتقى الفنان زكريا الشريقي، شارك فيه مجموعة من الفنانين. نحكي عن ما أهمية أن يقام ملتقى باسم فنان واسم وقامة فنية من اللاذقية على مدى أيام، وتتكرر ربما كل فترة باسم فنان آخر. هنا تكمن الأهمية، هنا تكمن الأهمية بأن تقوم الوزارة ومديرية الثقافة في اللاذقية بتبني هذا المهرجان أو الملتقى التشكيلي، لكن الذي نفذه هم أهالي اللاذقية، الفنانون الذين يعيشون في اللاذقية، وكما عاش فيها الفنان المكرم أستاذنا زكريا الشريقي. نعم. هنا تكمن الأهمية، لأن ثقافة الفن التشكيلي لا زالت قاصرة جدا إعلاميا وإعلانيا، ويعني الناس يعني هناك فقر في ثقافة الفن التشكيلي، ولا بد من إغنائه بهكذا محاولات. يعني الجمهور الذي حضر الملتقى والمريدين الطلاب اللي اجوا وشافوا الفنانين عم يرسموا، وانا ادعيت الكل، ما منعت حدا نهائيا، صار مثل ايام لزياره الفنانين هنا عم يرسموا، يعني نحن عم بيشهدوا ولاده لوحه. بالضبط. وهذا كثير امر مهم. بالضبط. هذا يعني حتى فيه زوار للمعرض تبنى الفنانون رسمه، فعاشوا حالة ثقافية ما يعني صدفة وقد لا تمر في حياتهم. يعني كان هناك حالة تفاعلية. هذا الثقافة ليست كلام، الثقافة فعل. نعم. وهنا تكون النتائج جيدة، مثل ما كان حفل الختام، حيث كان في حفل الختام بالمتحف من أطفال شاركوا، سمحت لهم أنا أن يرسموا وشاركوا. تمام. بالمعرض حتى العجائز بنقول كهول، حتى كبار السن نعم. هذا التجمع كان كتير حالة ثقافية يعني متفاعلة، نحن بحاجة لها جدا. نعم. نحن رح نكون مع أجواء هذا الملتقى عبر استطلاعنا القادم، وأنا أستاذ محمد هيك اليوم هيك أطفنا أطفة
منك ومن تجربتك. بدي أتشكر حضورك معنا اليوم. الحكي عن تجربتك هو طويل حقيقة وغني كتير، لكن حبينا تكون معنا بهي الجلسة لخصوصية فعلا أسلوبك وما عندك، وأنا قلت قدر الإمكان لينسجم يعني فعلا مع ما سيرد اليوم من مواضيع في صباحنا. صباحك خير دائما، صباح اللاذقية. شكرا جزيلا لحضورك معنا. أنا كتير بشكركم وكتير سعيد بالأصدقاء الموجودين بالاستوديو والأصدقاء الفنيين بالكنترول، وحبيت أنا أحكي عن اللوحات مشان نكون أقرب للناس بس هيك. هذا أكيد اللي. ونحن هذا الهدف يعني نحن بإطلالة هيك صباحية نطلع على الجمال وعلى الإبداع بلوحاتنا وبفنوننا عموما. سنكون مع ملتقى الفنان زكريا شريقي اللي حكى عنه الأستاذ محمد بدر حمدان، وستنضم إلينا بعد قليل صبية صحفية مصورة قمر أحمد من أوائل الصبايا اللي فاتوا ملعب وكان إلى هوايتها الخاصة بتصوير المباريات، تصوير لقطات خاصة، أيضا لقطات فوتوغرافية أخرى ووجوه، لكن اختصت بالرياضة كونها أيضا تخرج التربية رياضية وعندها موهبة التصوير. ستكون معنا قمر، وشكرا أستاذ محمد، ونتابع ملامح من ملتقى زكريا شريقي. مشاركتي بهذا الملتقى بعتقد انه اهميتها هي انه عم نكرم فنان تشكيلي مهم وانسان بالدرجه الاولى، الاستاذ زكريا الشريقي اللي هو كان له بصمه كثير مهمه بهذه المحافظه. وبما انه نحن عم نكرم فنان تشكيلي بالدرجه الاولى، بنكون عم نكرم كل الفنانين او الفن التشكيلي بحد ذاته، لانه كثير مهم يكون في فن موجود بكل تفاصيل حياتنا اليوميه، وهذا تكريم لنا بالدرجه الاولى. بهيدا الملتقى يعني وجود الزوار ووجود الآخرين اللي عم يجوا، فبيصير في حالة تفاعلية بين المتلقي وبين الرسام بشكل مباشر، وهو عم يشتغل باللوحة تبعه. فهي الفكرة، فكرة الملتقى دائما هي فكرة لقاء محبة. الملتقى هون خطوة جيدة اقترحيتها، تم الاقتراح لوزارة الثقافة والوزارة وافقت مشكورة على الملتقى، وإن الله راد رح يصير الملتقى سنوي. عدد المشاركين هون 10 فنانين من مختلف المدارس. الرسم هون أو الانطباع حر، لأنه ما في تقييد بمدرسة محددة. شاركت بعملين، العملين هنا عبارة عن بورتري، تعاملت معهم بعفوية، شي من روح المكان. عم نشتغل كل يوم هون، كل فنان بيشتغل عملين، وبنهاية المعرض يوم الخميس بيكون في الختام والمعرض للوحات. الملتقى أهميته تكمن بأنه كل واحد بيتعرف على تجربة الفنانين الآخرين، وهذا اللقاء اليومي كمان بيعطي جمالية للملتقى. المعرض هذا يعني صراحة كتير حلو، لأنه في نمط واقعي غير الأنماط اللي كنت تشوفها من قبل، مثلا هي السريالي. الفن التشكيلي إلى فن التصوير الفوتوغرافي بعيني وعدسة صبية خريجة تربية رياضية، حبت أن يكون لها تفرد خاص باختصاصها الرياضي لكن عبر التصوير. أهلا وسهلا بقمر أحمد. صباح الخير قمر. صباح النور. وأنت أمر فعلا يعني. سلامك لك زو. أهلا وسهلا فيكي. بنحكي أمر أنه أنت خريجة تربية رياضية، بس حبيتي أنه تدخلي مجال الإعلام من التصوير الفوتوغرافي بالملاعب. هلأ أنا كان حلمي الإعلام، بالظروف ما سمحت لي بهذا الشيء. لساتني عم بدرس كليات الرياضة، بس أنا ما فقدت الأمل من حلمي، حبيت أدمج بين الرياضة والإعلام ودخلت بهذا المجال وبلشت بمجال الإعلام والتصوير الفوتوغرافي. يعني أنت عندك موهبة التصوير، بتحبي بعرف تصوري مثلا منظر طفل، وجه قمر إلى آخره. بحب اللقطات العفوية يعني بتطرق يعني ضمن الملاعب، لقطات عفوية باخدها، يعني أي شيء بتشوفه عيني حلو باخده.
هلا الصوره كثير مهمه يعني اعلاميا أكيد. يعني هي الواجهه الحقيقيه لاي حدث. فبالرياضه تحديدا يعني شو هي اللقطه اللي ممكن نحن منوقف عندها؟ انا والله حابه نستعرض صورك هلا انت هيك وحدا استراحه مشاهد او متابع طائر بالسماء هيك كمان لقطه هي بومه صح بومه ايه صحيح هون وجه طفل هي باحد المهرجانات بالسويدة تمام يعني كمان وجوه الاطفال صح تستهويكي شيء حلو كثير لما بتشوفي بهذا العمر الصغير يعني الاهالي اخذين اولادهم على الملاعب يعني من صغرهم عم يمارسون على الرياضه ومتابعه الرياضه وهي القصص هون بنحكي انه شو اللقطه اللي بتستوقفك او انت ضمن خياراتك انه هاي لقطه تصلح لان تكون للصحافه مثلا هلا هاي لقطه من مجريات المباراه يعني نحن كإعلام رياضي هاي الأستاذ باسم يعخور فناني المفضل التقيت فيه بأحد المطارح وأخذت له هاي اللقطة العفوية كمان الرياضة يعني هاي لقطات تصلح لأن تكون ضمن بالصحافة بالمجلات صح. على المواقع إيه صحيح أنا بنزلهم على مواقع التواصل الاجتماعي اللجنة التنفيذية باللاذقية الاتحاد الرياضي العام فيسبوك تمام يعني انت بتختاري هاي اللحظة مثلا تقتنصي لحظة ما ولا ولا بتصوري بعدين تختاري شيء هلا انا بنطر اللحظة اللي انا الصورة مناسبة باخدها يعني بس حتى الجمهور بيلفتك الجمهور تماما في كتير يعني كتير الجمهور بيعطي لون للرياضة السورية أكيد طبعا هو يعني لولا الجمهور أصلا يعني تفقد أي مباراة متعتها في حدا بيصور حاله يا أمر سلمي وهي كمان من الجمهور الحالة الفنية اللي أنت فيها يعني مثلا كتصوير شو بتراعي شروط يعني وأنت عندك كاميرا بروفيشنال للتصوير شو تمام. الشروط الفنية اللي بدك تراعيها الشروط الفنية إضاءة الألوان أكيد أكيد إيه إضاءة ألوان يعني أنا بضبط إعدادات الجو الحولي يعني سواء كان ليل نهار حسب وقت المباريات بيكون بضبط هذا الشيء وبصور تمام هاي أنتي وعم بتصوري تماماً وحلوة أنت يا أمر وحضورك عيونك جميل شكراً لك وبتفكري أنه أنت من خلال هاي الموهبة تتجهي للصحافة الرياضية أكيد كونك رياضة يعني أكيد أنا مو شغلي ما بس بتوقف على الفوتوغراف يعني أنا بشتغل بلقاءات مع بقناة على اليوتيوب للأستاذ لطفي الأسطواني الإعلامي الكبير بحب وجه له كل الشكر لطفي بريس فأنا يعني أول شيء بديت بأنه أنا أعمل مقابلات أنزل على الشوارع رأي الناس بالفرق اللي بفضلوها واللي بيحبوها وبعدين أنا حبيت نمي هاي الشغلة لأكثر فوتوغراف الحقيقة نحن بنتمنى نشوف معلقة رياضية إن شاء الله هيك لاحقا يعني في يتطور هذا الشيء نشوف معلقة نشوف صحفية يعني في مجال الرياضة يعني طالما هذا حلمك يعني أكيد هلأ أنت بتعرفي حضرتك مجال الرياضة بالذات على البنت شيء صعب كتير يعني بداية الأمر كتير واجهت صعوبات بس أنا حاطة حلم بين عيوني وبدي أوصل له فما خليت شيء يستوقفني أبدا ومشيت بطريقي كل ما كنت واجه صعوبة كنت خليها حافز إلي لأني أنا أقدم أكتر وصل لمكان أعلى ولساتني بحس حالي ببداية الطريق يعني اللي جاي لسه بظن أعظم إن شاء الله حتى كبداية حلوة مبشرة يعني أنت اخترتي مجال يعني على الأقل هلأ أكيد. بدك بقى تخوضي فيه وتبحثي وبيطلع شيء كتير أكيد وكتير أنه لقيت انتقادات على هذا الشيء أنه أنت بنت عم تنزلي قدام 30,000 متفرج يعني شيء كبير وصعب بس أنا يعني عندي حلم وأنا وقناعة. فينك تقولي ومثل ما بيقولولي بالعادة إنه أنت كسرتي الحاجز إنه الأنثى تخوض تجربة الملاعب وتجربة الرياضة كتير بنات بحكوني إنه كتير حابين ندخل بهذا المجال كتير حابين نصير هيك أنا فوريا بشجعهم وبقول لهم إيه
نزلوا ليش لا، الأنثى دورها فعال بكل مجالات طبعا عم تنوجد بكل الميادين الاجتماعية والرياضية. نعم. كمان أستاذ حيدر، الأرض الطيبة اللي بتنبت زيتون من آلاف السنين، نعم، من الطبيعي إنه ينبت فيها هاد هالبشر تماما، وهذا الإنسان الخلاق دائما تماماً. هذا الإنسان اللي من كل ما يحيط فيه يغزل إنتاج ما، قصيدة، لوحة، ما بينفصل الإبداع والفن نهائيا. نعم. نعم. كله كل متكامل يعني. إذن يعني كيف يعني ينعكس فعلا أثر طيبة الأرض التي نعيشها على إنساننا اليوم؟ هاي الخضرة بالزيتون ما بتروح هيك، الخضرة بتضل بقلبنا يعني. حقيقة كان يحكي قبل ما يغادرنا الأستاذ محمد بدر حمدان، كنا نتمنى أن نغتنم فرصة وجوده ليقول له أن عالم شجرة الزيتون وحده يشكل منجم خصب للتشكيل طبعاً كامل متكامل. صح. تصوري سيدي لبابا أن الزيتون والشجرة منحت قائمة الألوان لونين، الزيتة والزيتون والفضي، حتى ليلاً بيميل للفضي تماماً. الفضي هذا اللون الرائع الذي يظهر عندما تهب الريح والنسائم على الورقة التي لا تراها الشمس، الوجه الأسفل للورقة لا تراه، عندما تهب الرياح تظهر هذه ويظهر لون فضي لا مثيل له، إضافة إلى سواد ما ينزف من جذع الزيتون، هذا اللون الأسود النادر أيضا، إضافة إلى السمرة والتموج والتدرج اللوني الرائع بجذع الخشب، لذلك تتخذ أفضل لوحات دعاية، أفضل لوحات تشكيل من خشب الزيتون تماما بأشكال جميلة. أو حتى معظم نحاتينا يختارون خشب الزيتون للنحت تماماً. إضافة إلى أنه ستنا الزيتون له مصطلحاته الخاصة قد يتميز بها عن سائر الشجر، يعني لا نسمي تقليم الزيتون تقليما، اسمه كسح. وهو يتم بعد مفرداته الخاصة، خاصة كل شيء يتم الكسح بعد قطاف الزيتون. نعم. لا نسمي التقليم لكل الأشجار تقليم باستثناء الزيتون كسح. وبالمناسبة تطعيم الزيتون له موعد ميقات شعبي هام جدا لا يتم تجاوزه، وهو عندما يصفر زهر العدس، أي في شهر نيسان. مواقيت يعني كلها ترتبط. قبل شوي ربطته مع التين لأوراقه وسماده. نحن عندنا فعلا موروث شعبي هو رزنامة خاصة بالزيتون. نعم. يعني الكبيس أو المخلل أو سواه، المفردات المترادفات بالنسبة له أغنى من سواه بكثير، يعني ممكن تسميه للزيتون بعد الصمد والمصمود أو مصمود الخشب أو المخلل أو الكبيس، هذا المصطلح يعني يكاد ينحصر بالزيتون والزيت، لأن الزيت هو الذي يحفظ المكابيس والمخللات جميعها. صحيح. باعتبار بيحميها من الهواء كي لا تتعفن أو سواها. كالملح، الزيتون، الزيت والملح والسكر. هو يحفظ كل صحيح تماما. كل يعني المربيات أو يعني حتى كل المخللات أنواع تماماً. التخليل الطعام. تلاحظي مدام في ثقافة خاصة عن الزيتون، ربما الأمثال الشعبي. نعم. والتعابير الشعبية بتتعلق بالزيتون لا تضاهيها أي منظومة من هذا القبيل لأي. نعم. شجرة أخرى. على سبيل المثال يرد في سنايا الأحاديث، بالمناسبة قد لا يغيب حديث، لا يغيب ذكر الزيتون أو الزيت عن أي حديث طبعا، باعتباره ليس أهم المؤان، وهو دواء لكل داء وسيد كل غذاء، ليس فقط في القول المأثور بل أيضا في القول المتناقض. نعم. اجى زيت على زيتون. صح. واحد بيستخدم هالمقولة كطابق أو كشاهد. نعم. على أنه عن تطابق انسجام. شيئين أو شخصين أو أمرين ما. نعم. بيقول لك طول ما زيتون عيسى بهر ورق، أي يعني للأبد. طول ما زيتون عيسى الديمومة تماما والاستمرار. بيقول مثل بيتفائل الناس، بيتفائلوا بكب القهوة وبيتشاموا من كب الزيت، بيقولوا كب الزيت خراب البيت. نعم. لأنه بركة، يعني شيء من المعونة المباركة ما بصير تنكب. نعم تماما.
ثانيا ستنا عن الأشخاص الذين أو أي شخص لا يزم بضاعته ولا يقدم إلا ما هو جميل بيقول ما حدا بيقول عن زيته عكي. هل المقولة هاي تحض على النظر إلى الأفعال وليس إلى مجرد الأقوال؟ نعم ولا الأقوال. السلطات حقيقة لغنى لغنى شجرة الزيتون، لغنى الموسم، لغنى من يعمل فيها. نعم. أصبحت طقس كامل، طقس اجتماعي. نتج عنه كل هالأدبيات، حتى أدبيات إذا صح تعبيرنا، أدبيات في الأمثال، في الكتب، في الشعر، في الفن، لغناها فعلا. ونحن ما وقفتنا هيك عند الزيتون، دائما كل سنة بأكثر من مادة وأكثر من برنامج وأكثر من محطة، إلا لأنه هو موسم يفرض ذاته. هاي هي طبيعتنا وغناها أستاذ شفيق. وحضرتك من مفردات الطبيعة، من وهج الشمس، صغت أيضا قصائد من طبيعتك، من طبيعة قريتك، اللي ياريت لو يسعفنا الوقت حتى نحكي حتى عن قريتك، قرية رشا اللي أنت ولدت فيها وإلى مكانة كتير كبيرة عندك. فما بعرف هالبيتين اللي حضرتني على رشا، قل رشاتي لو أملك خير أرض ولست بها لما طاب القعود ينام النوم ملء الجفن فيها فإن تصح الحجال صح الوجود. الله. وهناك بيتان في صعودي للقرية في جبل عندنا نسميه جبل الشردي، طلعت لقيت الغيم فوق منه، فبقول له جبل الشردة أضحيت الملوم طلت تيها بين طيات النجوم، كيف تعلو فوق رأسي وأنا في ذرى رشية أصطاد النجوم. الله. فبدلت له. أما وهج الشمس على الأرجح أستاذ شفيق يعلم تعني الرأس، يبدو أنه موقعه في على تل أو على رشة. نعم، هي بمنطقة جبلية، ما هيك هي رشة؟ منطقة اسمها العالم أعتقد مأخذ من اللغة الآرامية، وتعني إما رأس الجبال تمام أو تعني معمل الرصاص، لأنه فيها الرامي تتجمع السيول فيها، كانوا يأخذوا فلزات يعني المعادن منها. على كل وهج الشمس وهج يعني ما المقصود بأي وهج؟ المرودية الثالثة. من نفس المرودية. بعتبر أنه اللي وهج الشمس أنه الشهداء. فبالقصيدة عدة أفكار ما فيني أقرأها ويعني غير متكاملة. أول شيء ما بدي أقرأ بداية القصيدة لأنه هي نقد للذين تخلوا عن سوريا في هذه المحنة. نعم. فمقول أنه كل معظم الناس تخلوا. بحاول اختصر قدر الامكان. نعم، مقطع قلت لي بدك تقرا لي نهايته. نعم. نعم. ما عدا ابناء ام حره اسرج الارواح في عتم الزحام وهج الشمس، وهج الشمس ضياء للمدى علقوا في جيدها اورا وسام، هل رايتم في سناها مرودي حوله الابطال من ضحى وقام، في اراجيحا يناغيها نبي والملاك النور قد أدى السلام والإله المجد غنى واحتفى رتل الأمجاد واستحلى وهام وعلى أقدامهم من وعده كتب العهد بأن تحمى الشر. الله. أبيات منها كمان لابد من قراءتها. نعم. أنا بعتبر أنه مرود هو الخلقني، أنا صحيح بيو بس هو خلقني بالأدب. نعم. مرود العين الذي أنجبته شاء خلقي مبدعا وجه التمام أن قلبوح على قيثارتي وهداني كل لألاء الكلام. وحوار دار بيني وبينه لمرة على العسكري ما بدي يروح وما بدي يروح، أنا ما كنت قل له أتأنى وتطول بالك شوي، ما يقل لي هذه سوريتي، ما يقل لي قال لي يا والدي هيا بنا هل نموت مثل ما مات اللئام، لن يرف الذل في أوطاننا عيشة الأحرار أو موت الكرام، أنهض النجمة حصانا جامحا وامتط المجد وجلجل بالزمام، هذه سوريتي عزت بنا في حقول القمح أو حد الحسام، جاءها الإرهاب في عز الضحى ركب الساقين من صلى وصام، لم يعد للأمن فيها موطنا إلى أن يقول لي هذه سوريتي عفوا ربة العشق جمال منتقى مسكن الله على أرض الشام، أيها الطامع
في شام العلا مجدها العالي حصين لا يرام دونها دونها الموت وآساد الحمى سيجوا الحصن وكنوا في الرجام فتماها الله في ذراتها بشر السورية أن طاب الجمال. إن شاء الله إن شاء الله دائما بشائر الخير التفاؤل النصر هو اللي بيخلينا نتفائل ونتحمل فعلا وقد تحملنا يعني كشعب وكأسر شهداء وأمهات وقلوب لنكتب النصر إن شاء الله. والنصر كمان الحياة بنشوفه والفرح بوجوه شبابنا اللي هن عم يمضوا بمستقبل سوريا. قمر قد ايه مهم كل حدا من موقعه أنت كشابة أنه يؤدي دور هو إيجابي بحياته وبمجتمعه أيضا. هو عم يقدم شيء بجوز لا يرضي ذاته بس بالمقابل هو عم يقدم شيء لمجتمعه. أكيد مهم كتير كل إنسان له دور بالمجتمع، يعني ما في إنسان حتى بمطرح إلا ما هو لازم يكون بهذا المطرح. أنا وبدوري يعني بشوف حالي إنه شخص وكبنت وكفتاة يعني بهذا المجال وبهذا المجتمع يعني عم أقدم شيء كبير بكفي إنه فتاة وأنثى بمجال صعب كتير ومجال ذكوري. يعني كل إنسان عم تتحدي ظرف ما أكيد وأنت ماضية بثقة وعزيمة وخلاص أنا بدي أعمل شيء. أكيد كل إنسان ما بيصير يروح عن هالحياة إلا ما تارك أثر وبصمة. كتير حلو إن شاء الله بنشوف كتير الساكي بأول الطريق وشغل كلا. كتير بالفن محمد وعلي كمان كيف نقدر نعمل نسبة يعني وجودنا نثبت انه انا بالمجتمع. انت عم تدرس سياحه ما هيك ولا خريج معهد سياحه؟ معهد سياحه يعني مجال كمان بحد ذاته لكن بدنا نترك شيء، بدنا نعمل اثر، بدنا نخدم مجتمعنا عبر الفن. نحن اذا بدنا نقدم حفله وجودكم اليوم بلقاء عم تقدموا بالطعم وباغنيه قد ايه هذا بتحسوا انه لازم يكون بحياتنا؟ اكيد شيء رائع شيء كثير حلو. تمام استاذ علي. الفكره الموسيقيه العمليه الموسيقى بشكل عام كتدريس نحن نوصل الكلام في فائدة اجتماعية قيمة بسموه هدف قيمي نحن عنا للتلميذ أو الطالب أو حتى الجيل الناشئ. كمدرس أنا بهمني الطالب أعطيه حياة اجتماعية، بعطيه شيء عن العيد بطريقة لحنية بحس شيء بمجتمعه، بحس إنه لازم تقرب من أهله من أقاربه. إذا جينا مثلا الأم تقرب من أمه على أبوه أغلى الأب حتى بصف الأول الثاني أنت ماشي كل القصائد على زبان أستاذ سليمان العيسى ما يخص الاهل العيد المواسم اي شيء الزيتون حتى الموضوع اللي كنا حالي فيه كمان موجود بالكتب. طبعا مدرس شغلته بهالحاله هي انا كمدرس كموسيقى يعني وصل الفكره بطريقه لحنيه للطالب بالاجواء الحفليه الفنيه. انت فينك تنمي فيه الطفل كمان ايضا يعني الروح الوطنيه للطالب بيكبر بصير شاب بصير عنده الموسيقى هي لها صدى خاص في ذوق خاص له تدخل بوجدانه بتربيته بسمع هلا بعض الامور كل عام صار تحكي فيها الترهات الاخره. انت بدون كلمه طيبه الجميله اللي فيها فائده بس كنت بتقدمها بشكل لحني جميل باتقان جميل اتوقع هي رساله جميله للكل. تحترم فيها الذائقه تحترم فيه الشخص فيها. اللي انت عم تعطيه لحن حتى تحترم نفسك اول شيء. هذا دور الفن عموما. رح نسمع منكم شيء قلتوا لي في عندكم شيء هيك سمعكم شيء طرب مثلا طرب حلبي. نعم أمان 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 يا با أمان 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 أمان
فوق النخل فوق يا بفوق النخل فوق ومدري لمع خدت يوبا مدري القمر فوق والله ما ريدة ما ريدة بلاني بلوى بسلم عليهم عليهم وصعبنا الفر قالي وبشتكنا إليهم إليهم والله ما ريدة ما ريدة بلاني بلوى. شكرا شكرا يا محمد وعلي. نحن بفقرتنا الدائمة عشرة عمر منشوف زميلتنا سمية قرفلاح وين بتاخذنا لناس عندهم عشرة عمر ربما مع مكان ربما مع أشخاص ربما مع حالة هني عم بيعيشوا عشرة عمر. التعبير بحد ذاته حميمي وحلو. خلونا نتابع بحلقة اليوم عشرة عمر. نبحث دائما عن شيء ذو قيمة كبيرة لنهديه لمن نحب. الزهور لغة تعبيرية خاصة عندما يغيب الكلام ويصعب التعبير. ماذا عن الورد في عشرة عمر؟ منه ومن خلاله نهديه لقلب من نحب. صباحك خير. سعد لي صباحك ميت. أهلا وسهلا شرفتك. نحن منقول عشرة عمر. بدي تحكي لي عشرة العمر مع هالورود الحلوة مع تنسيقك للزهور وقديش هالمهنة عملت لك أثر بنفسك. هي المهنة هي راقية جدا والورد يعني معروف معاني يعني ما في داعي واحد يشرح عن معاني بس صار يعني بزمن أنه صعب هلا خلق ما بقى هو صار المادة الأساسية يعني صار شيء يعني رمزي يعني شيء ثانوي. طيب نحن بنقول عشرة عمر بين أصدقاء بين ناس بين طلاب بين كل شرائح المجتمع. بدي تقلي هالعشرة بينك وبين الوردة هيك حالة روحية شو بتعني لك؟ هلا هو أكيد يعني بيريحك ماديا ونفسيا ومعنويا وكل شيء يعني الورد ما في يعني التعامل معه كتير لطيف وكتير ممتع يعني بس صارت بقى نحن على العشرة صار يعني صار شيء عادي يعني ما بقى هو اللي بننظر له غير اللي بينظر له بقى الآخر. طيب شو هو الإحساس اللي عندك وقت بيجوا ناس ليأخذوا مثلا كادو ورد باقة ورد مثلا لحدا بيعني له شيء لعشرة عمر بيناتهم؟ احنا اكيد بننسعد وقت اللي بنسعد زبوننا وقت بياخذوا هذا الورد ل يعني لاي مناسبه ما هو فهو اخذ تيخفف عنه او تيسعده يعني الورد هو يعني مصدر السعاده يعني. طيب ارتباط المكان لفتره زمنيه طويله بينك وبين هالورد والكادويات الحلوه اللي بتعملها شو بتعني لك؟ هو الارتباط الدائم يعني هلق بصير شغلي روتيني بس نحن يعني منضل يعني منقدسه للورد بس هو صار بقى بالنسبة لنا يعني بضل صار بقى بالنهاية باب رزق يعني أكثر ما هو كان أول شيء عشق لأله. بدقائقنا الأخيرة وأيضا أستاذ شفيق لا يخلو شعرك أو حتى دواوينك لا تخلو من قصائد غزل فعندك هيك بعض الغزليات نختم فيها كمان مثل ما قلت لي ها بعنوان جوهرة التاج جوهرة التاج بعض الأبيات. نعم نعم مناسبتها لأن وقتنا يكاد أن وفاء طلبت مني أن أصفها قالت صفني بقصيدة قلت لست بشاعر فهددتني
فكتبت هذه القصيدة ثم استدعيت والدها ووالدتها وقرأنا القصيدة معا. نعم. قلت لها: يا رموش العين قولي للوفا ما رآها القلب إلا شغفا، ظبية ترعى مواويل الهوى، ظبية ترعى مواويل الهوى، رفرف القلب إليها وهفا، ما لها تمشي على صف الندى، تغزل الطل وشاحا أهيفا، ما أظن الله لو لم يبتدعها تجلى للوراء أو عرفا، صاغها الباري جمالا خالصا كلما أنهى جزيئا وقفا، صاغها الباري جمالا خالصا كلما أنهى جزيئا وقفا، وإذا احتج على شغلته أوصد العرش وفيه اعتكفا، جمع الحسن ونقى لبه ومن اللب تأنى وصفا، هندست عمدا فجاءت فتنة كيفما قلبت وجها وقفا، نمنم الأنفا وسوى ومضى، فأتى التوقيع فاها وشفا. نعم. أنا بآخر شيء بقلها بحاول بوصل بيت جوهر التاج، إنه ما تصور إنه والله لمن ما يخلق، ما أقول حلت الساعة والفحص دنا، موعد التكوين ها قد أزف، فانتضى جوهرة من تاجه ثم أعطى كل طرف نصفا. يا سلام. وكانت جوهرة التاج. نعم. منها قلها: إنها حواء ليست ترعوي، أخرجتنا واستقرت في الصفا، الصفا صمضعتها، إن تسري فمزاح عابر، إن تسري فمزاح عابر، أو تغاضي فقدير من عفا. نعم. يا أخي بيضل الغزل إله عالمه الخاص. يسلم تمك يا أستاذ قمر. بدقائقنا الأخيرة ونحن اليوم هيك تعرفنا عليك، وإن شاء الله نشوفك زميلة لنا في عالم الإعلام والإعلام الرياضي، شو هي الخطوات القادمة لإلك؟ يعني وجودك بالملاعب، مستقبلك قريب بدك تحققيه؟ يعني أنا مستمرة بالملاعب وبقياني رح طور حالي أكثر وأكثر لحتى أوصل لحلمي بالإعلام. يعني بدي ضل أشتغل على حالي لحتى أوصل لمرحلة أحس حالي أنه أنا خلاص اكتفيت وحققت شيء وتركت بصمة إلي. وتضل يكون عملك، يعني أنت تشتغلي ويكون أكيد. هذا الشيء دائم بالنسبة إليك يتحول لاحتراف، يعني عمل محترف. إن شاء الله منشوفك في عالم الإعلام الرياضي هيك وجه شاب، الحياة مبشر بأنه يكون حاضر. وبتصور هي الرياضة قديش عبية وحلوة، بيحبوها أكثر هيك كمان، ما هيك؟ إذا مثل القمر ومثيلاتها يعني الصبايا بتشجع أكثر على الرياضة، ما هيك؟ يدخلوا الصبايا عالم الرياضة. محمد وعلي، أنا كتير بدي أتشكركم، نختم معكم نحن طبعا غناء، أنا بتشكركم، أتمنى لكم كل التوفيق كمان هيك بعالم أنه تدخلوا فيه بمجال الغناء والحفلات وتقديم نفسكم وفنكم. الأستاذ شفيق نورتنا اليوم، يعني تجربة خاصة وقطعت مسافات، لكن ما في المسافات الحقيقة هي مسافات معنوية، لكن لو جئت من خارج محافظة اللاذقية إلى صباح اللاذقية نورتنا بهذا الحضور بتجربتك الخاصة، واللي بنتمنى دائما يعني تأخذ حقها ووقت كمان لنسمع المزيد. شكرا كثير لحضورك معنا اليوم. وأبلغكم تحيات بعض من أصدقائي في الغاب. الغاب يعتبر نفسه وهكذا لديه شعور أنه مظلوم. أهلا وسهلا فيهم. الأستاذ القاص أحمد باشا والشاعر الراقي عمار علي العلي. أيضا خامد جميلي وناجحة جدا. نحن بسعدنا إمتى بيحبوا يجوا. أهلا وسهلا. نحن صباح اللاذقية هو صباح سوري للجميع لأي حالة إبداعية، كما تبدع الأرض مثل ما قلنا أستاذ حيدر اليوم. نتشكر حضورك لأنك وضعتنا وأخذنا إلى عالم الزيتون، ونحن نعيش واقعه لكن عالم يبقى جميل بين الماضي والحاضر والأيام التي نعيشها أيضا والمستقبل. الله يبارك فيك، وتحية لكل أخواتنا العاملات من أمهات وأطفال وكبار بحقول الزيتون، وأمل حقيقي أن يعوض ما احترق من غاباتنا وأحراجنا هذا العام بغرس عشرات ألوف الغراس من الزيتون والتين ومن غيرها من الأشجار، إن شاء الله. لأن الشجرة إنسان يداه الأغصان.
الشجرة إنسان يداه الأغصان. شكرا لك. إن شاء الله دائما ديمومة الخضرة والعطاء في أرضنا الطيبة وديمومة لقائكم مشاهدينا بالطيب بالمحبة بالصحة الوافرة لكم جميعا مع مواسم الخير مع صباحات منجددة بتشرين وبالأيام القادمة لأن لكم دائما صباح الخير صباح اللاذقية. تحية لكم إلى اللقاء. رح نختم مع علي ومحمد بالغناء وشكرا جزيلا لحضوركم ضيوفنا الأعزاء. شكرا. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. وأعرف حكايات مليانة أهات وأعرف حكايات مليانة أهات ودموع أني والعشقين شابوا متابوا شاب متابوا. طول عمري بقوا قال أنا قد الشوق وليالي الشوق قال أنا قد الشوق وليالي الشوق أولى قلبي هد عذابه عذابه. وقابلتك انت لقيتك تتغير كل حياتي معرفش ازاي حبيتك معرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب ولقيتني بحب وادوب في الحب ودب في الحب وصبح ليه وليه على بابه.